Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa dibaca ketika sakit hati. Allahumma ini 'abduka wa 'bnu 'abdika wa 'bnu 'amatika fi na nasiyati biyadika, maudin fi hukmuka, fidun fi qada'uka. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي ولغمي اسقيان ثم غبر